مساء الخير يا حضرات، اهلا وسهلا بكم في قناة ابو كيرو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة بنشوف، عايزين زردية كده، نشوف مع بعض. الزردية دي قديمة زي ما شايفين قدام حضراتكم، هنحاول نظبطها مع بعض ونرجعها على وضعها الاولاني. طبعا يا حضرات هنحضر الفحم عشان نحطها فيه، هنولعه ونخليها تبقى ايه، مستوية لونها احمر كده. خليكم معانا. طبعا يا حضرات، زي ما شايفين حضرنا الفحم ولعناه. هنمسك الزردية بالشكل ده وهنتفنها وسط النار عشان ايه، هنتركها حتى تبقى حمراء. طبعا يا حضرات هنطلعها من الجمر زي ما انتم شايفين حمراء ايه، وهنسقطها في الزيت. طبعا يا شباب هنسقطها في الزيت للآخر كده عشان ترجع تبقى صلبة زي الأول. هنفرغها بعد كده يا شباب، هنحمصها في درجة حرارة عالية لمدة ساعة زمن، فخليكم معنا. ورجعنا لكم تاني يا شباب بعد ساعة، هنخرجها. طبعا رجعنا لكم يا شباب بعد ما طلعناها من التحميص، هنصنفرها مع بعض. طبعا زي ما شايفين يا شباب ادينا بنلمع فيها، لسه ما عطيناهاش الفينش النهائي. هنلمعها كويس كده بالصنفره طبعا يا حضرات. بعد ما انتهينا من عمليه الصنفره بالشكل ده، زي ما شايفينها قدام حضراتكم لسه هنديها وش تلميع، وهنجمع لها يدين كده نركبهم ونظبطها قدام حضراتكم. طبعا يا حضرات جمعنا لها يدين كده تعبانين شويه، هنحاول نظبطهم مع بعض كده عشان نركبهم فيها، ننظفهم. طبعا يا حضرات هنجيبنا لهم ملح ليمون ونسخنهم شوية مية ونحطهم فيها عشان يتشال الوسخ اللي عليهم ده كله. خليكم معنا. طبعا يا حضرات هنجيب مية سخنة زي كده، هنسخنها وهنفضيها في اناء كده ونفضي عليها ملح الليمون.
جبنا حضرات المية السخنة، هنفضيها قدام حضراتكم. ادي هي بالشكل ده. هناخد ملعقة ملح ليمون وهنفضيها عليهم، ملعقة ونص مش مشكلة، ونقلبهم كده ونتركهم 10 دقايق كده، من ما ايه ملح الليمون يتغلغل في المية. بعد كده يا حضرات نبتدي نجيب فرشة زي دي كده ونبتدي في عملية الغسيل بالشكل ده. طبعا زي ما شايفين اهو بينضف قدام حضراتكم، بيتشال، فاحنا هنشيلهم وننضفهم عشان نرجعهم جداد ان شاء الله. ممكن مع خل الليمون تحط شوية تايت أو إريال عشان يساعد معاك في شيل الوساخة اللازقة فيهم. هنجيب إريال يا حضرات زي ده كده، ننظف وهنحط شوية كده مش كتير برضي عشان يساعدهم في التنظيف. ونقلب ونبدأ في عملية التنظيف بالشكل ده. زي ما شايفينه هو بيطلع بكل سهولة. زي ما شايفين يا حضرات كده ايه، هنشطفهم، رجعوا ايه اجداد، هنشطفهم. Thank you.
طبعا يا حضرات، بعد ما انتهينا من التلميع بالشكل ده هنركب اليدين. اللي احنا ظبطناهم ركبنا اليدين زي ما انتم شايفينهم كده ورجعناها جديده. فالعجب الفيلم ياريت تدوس لايك ويعمل اشتراك للقناه، والى اللقاء بفيديو جديد. كان معكم ابو كيرو للهندسه والابتكارات.